أعربت عائلة بن بحر عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة الفتن بين أبناء البلد. أكدت عائلة بن بحر أن ما يقوم به النظام القطري وقناة الجزيرة التي يحتضنه من أجل استهداف أمن واستقرار دول المنطقة لا يمثل موقف الشعب القطري الشقيق.